غناها أبو كاظم قبل أكثر من 60 سنة، وهسه اختصرت المواقف بوصف الخلافات داخل البيوت السياسية. تتقدمها القوى السنية بعد انقسامات تداعياتها أضعفت وحدة القرار وشتتت جمع الزعامات وتأثيراتها، وصلت للمكون وأركانه وارتبطت بملفات فساد تهدد الصناعة ومعادنها بعنوان الما عنده كبير يحط عمامته ويستشير. مثلا عدوى الخلافات داخل البيت السني رجعت للواجهة بعد ثبات عمره قصير وأيام من الجمود، انتهت بأول اختبار على نار هادئة أسبابها التفرد بالقرارات واستغلال المناصب، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب. لكن بعض الأطراف عندها موقف يقول الضعف اللي تعيش القوى السنية بأصعب حالاته منذ عام 2017، وهي بها إشارات واضحة وتفسيرات عن الجهة المسؤولة. لم يخسر السنة ولم يكونوا بموقف أضعف مما هم فيه من 2018 واللي جاي أبدا. كل صقور السنة السياسيين ضرلوا من 2018 أولي جاي، استخدمت بحقهم أقصى أدوات يعني القمع والإهانات والاستهانة بهم، وبالتالي يعني من يعتقد هو القطب الأوحد في السنة هو واهم، من يعتقد أنه سيكون زعيم على السنة هو واهم. عيوني صدام حسين بكل ما امتلكه من بعود وطبع ما صار زعيم ولن يكون زعيم للسنة أبدا. يعني العلة معروفة وين، بس أكو نواب أطلقوا تحذيراتهم من تفكك تحالفات القوى السنية، والسبب إهمال الاستحقاقات المشروعة لمحافظات موجودة بخانة المنكوبة ومقدمتها ديالة، وكملوها بمطالبات للاهتمام بالمحافظة بقرارات من السلطتين التنفيذية والتشريعية تضمن توفير الخدمات بالتساوي ويا محافظات الأنبار ونينوى، وختموها باتهامات تقول ديالة أم البرتقال خارج حسابات الزعامات والقيادات السنية من سنوات العنف الطائفي والتهجير، والنتيجة حرمانها من حجز مقعد برحلات الإعمار وإعادة البناء المدن المحررة. لكن المحافظة الحدودية ويجارة الشرقية إيران سجلت أول حالة تشظي رسمي داخل تحالف السيادة عنوانها انشقاق رئيس تحالف تقدم بالمحافظة رعد الدهلكي، واللي اعتبرته بعض الجهات أول تصدع بجدار السيادة يمكن ينهي أيام العسل بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس التحالف خميس الخنجر. بس تحالف العزم اللي يقوده مثنى السامراء شنو أخباره؟ لأن قيادات الجيل الأول من القوى السنية أغلبها عندها انتماء للتحالف اللي اختصر المسافات وعقد اتفاقات ويا القوى الشيعية حتى يعبر مرحلة الخلافات ويلغي قصة الإزاحة الجيلية باختيار القيادات. هنا القوى السنية انولد من رحمها تحالف مختوم باسم الأنبار الموحدة، شعاره هو تصحيح الأخطاء السابقة ورفض سياسة التفرد بصناعة القرارات واستغلال النفوذ بسياسة الانتقام، والدليل محاولة مجموعة مسلحة اختطاف رئيس الحراك الشعبي لإصلاح الشيخ سطام أبو ريشة، طلع منها سلامات وأصحاب المخطط ظلت وراهم بس عجاجتهم. صحيح المواجهة بها صعوبات وقيادة المكون يمكن تتعثر بهواية أزمات، لكن وعلى طريقة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بعض الجهات طرحت تساؤلات تقول اتفاقات القوى السنية بأيام تشكيل الحكومة وين صارت؟ لأن ورقة الاتفاق بها إلغاء هيئة المساءلة والعدالة والتصويت على قانون العفو العام وإبعاد تشكيلات أمنية محسوبة على الحشد الشعبي خارج المدن، بس لحد الآن الاتفاقات بعد بخانة الانتظار. هاي كلها بصفحة وقصة موقف القوى السنية من الأزمات اللي تواجه الحكومة بصفحة، لأن قصة الدولار وزعل السلطة بإقليم كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية بمنع إرسال الأموال يمكن نصدع هيكل هواية تحالفات وإدارة الدولة يصير صاحب الحصة الأكبر. يعني بالأيام الجاية يجوز القوى السنية تعيد حساباتها وتتفق على تجاوز المرحلة بأقل الخسائر، حتى بعدها نقعد ونسمع. صبا دموع